بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح أعلمكم كيف تحملون كتب من جوجل بوك. أول شيء ندخل على جوجل، نحمل البرنامج الخاص بتحميل الكتب، جوجل بوك داونلودر فور ويندوز على حسب الجهاز. أختار أول رابط. طبعا الجهاز يتحمل على ويندوز وعلى أجهزة الماك وعلى أجهزة الأندرويد. نضغط داونلود يتحمل لنا، انا حملته، هذا هو شكله. ندخل الحين على جوجل بوك، على جوجل نكتب هنا جوجل بوك. هنا نكتب اسم الكتاب اللي نبي نحمله، مثلا كتاب لايف. نختار الكتاب اللي نبي، مثلا هذا الكتاب، هذا هو غلاف الكتاب وهذه صفحاته. نسوي للرابط نسخ، كوبي، بعدين نروح للبرنامج اللي حملناه، ننسخه هنا، نضغط ستارت. يتحملنا الكتاب، هذه عدد صفحات الكتاب اللي هي 100 صفحة. هنا يتحمل، هنا يسوي تأكيد لتحميل الكتاب يعني. ثواني بس، تحمل الكتاب. نحصل الكتاب موجود على سطح المكتب، هذا هو الكتاب، هذا هو الكفر حق الكتاب، هذه هي صفحات الكتاب. وشكرا لكم، واتمنى انكم تعلمتوا كيف واستفدتوا كيف تحملون كتاب من جوجل بوك.